للمزيد تنضم إلينا من عمان مراسلة الغد دامة الكردي. أهلا بك دامة. ضعينا في سياق هذه التصريحات لوزير الخارجية الأردني. لينا، بالفعل هناك جهد دبلوماسي واضح بالنسبة للقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية هي القضية المركزية بالنسبة للأردن على مستوى القيادة، الملك عبد الله الثاني والجهود الدبلوماسية، بالإضافة إلى أيضا الموقف الشعبي. بالأمس كان هناك اتصال هاتفي ما بين وزير الخارجية الأردني ووزير خارجية المملكة المتحدة، أكد خلالها الصفدي على ضرورة إقامة حل على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على حل الدولتين وهو السبيل الوحيد لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة. حيث أكد الصفدي بأن غير حل الدولتين لن يكون هناك سلام في المنطقة، بالإضافة إلى أن الصفدي أثنى على جهود المملكة المتحدة في دعم الموقف الأردني والموقف الفلسطيني فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين كسبيل للسلام الشامل في المنطقة. من جهة ثانية أثنى الصفدي على دور المملكة المتحدة في دعم الأونروا، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والجهود الدبلوماسية التي تبذلها سواء كان من خلال دعم الأونروا أو دعم الحل الفلسطيني. وأكد الصفدي على أن إقامة الدولة الفلسطينية هو مطلب فلسطيني عربي، بالإضافة إلى أنه يلقى الدعم الإقليمي والدولي. كما كان هناك اتصال هاتفي آخر ما بين الصفدي ووزير خارجية أمريكا الولايات المتحدة للتأكيد أيضا على ضرورة حل الدولتين ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وعزم إسرائيل ضم أراضي من الضفة الغربية، الأمر الذي سيؤدي إلى عدم وجود سلام، الأمر الذي ينقض كل جهود السلام. وأشار الصفدي بأنهم لا بد من ضرورة إعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات من أجل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. أشكرك جزيلا دامة الكردي مراسلة الغد من عمان.